إني أهمس إليك أيها الطالب، أعانك الله ويسر لك أمرك ورزقك العلم النافع. اسمع مني هذه الكلمات تنفعك في الامتحانات غدا. عليك بإخلاص النية، نعم عليك بإخلاص النية، عليك بإخلاص النية لله، ثم عليك بالاستعانة بالله، ألح عليه بالدعاء، اسأله العون والتوفيق بالدراسة والمذاكرة، فإن من كان الله معه وفقه ويسر عليه. إياك أن تعتمد على حولك وقوتك، مهما كان ذكاؤك، مهما كانت قدرتك، أنت مخلوق ضعيف مهما بلغت، ولكنك بالله قوي. ثم احذر من الغش والاحتيال، لأن الله يراك، لأن الله يراك ويطلع عليك، فعليك بمراقبة الله، عليك بالخوف من الله لا من الناس ولا من المراقبين.